ميناء المكلا وبوابة حضرموت البحرية على العالم يلقي اليوم خلف ظهره أكثر المخاوف التي لطالما سيطرت على هاجس القائمين عليه والمتمثلة في توقف رفاصه المتهالك عن العمل، ما يعني توقف النشاط الملاحي بأكمله في الميناء. تلك المخاوف باتت اليوم من الماضي بعد أن زودت دولة الإمارات العربية المتحدة الميناء برفاص جديد. ميناء المكلا يحتفل بمناسبة تجهيزه وإعداده بتوك سحاب للسفن، والذي يعد رافدا مهما في نشاطه اليومي أمام السفن. ويعد القطر البحري أو ما يطلق عليه بالرفاص من العوامل الرئيسة التي تمكن الميناء من التعامل مع تزايد نشاط الحركة الملاحية التي يشهدها، حيث أدى تهالك قاطرة السفن الوحيدة في الميناء إلى عدم قدرته على استيعاب ذلك النشاط المتزايد واستقبال السفن التي يزيد وزنها عن 10,000 طن. يمكن حتى استقبال البواخر لأكثر من 10,000 طن، اللي كان كنا نلاقي بصعوبة في مثل هذه البواخر بالتكل الحالي اللي هو على مكينة واحدة، كان نلاقي صعوبة خاصة بالنسبة للمرشدين، لكن الحمد لله يعني توفر هذا التك ويكون رافد للمؤسسة ورافد لمينا المكلا. ورغم الأهمية الكبيرة التي يشكلها ميناء المكلا، إلا أنه ظل وخلال السنوات الخمس الماضية يعتمد على سفينة القطر المتهالكة 26 سبتمبر التي لم تعد تستطيع العمل إلا على محرك واحد بعد أن قضت قرابة نصف قرن من الخدمة بعد خروج شقيقتها 30 نوفمبر عن الخدمة كذلك. كنا نعاني لسنين كثيرة من السابق بعدم وجود دردلة رفاص أو تكل يساعدنا في عملية المناورة داخل الميناء، فطبعا معنا 2 رفاصات 26 و 30 نوفمبر. طبعا 30 نوفمبر له خارج عن الخدمة حوالي كده 4 سنين أو 5 سنين، واستمرينا نعمل بكل الجهود بتك واحد 26 سبتمبر على مكينة واحدة. ويأتي هذا الدعم الإماراتي للميناء امتدادا لعملية الدعم المتواصلة التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي لليمن بصورة عامة وحضرموت بصورة خاصة. مع وصول هذا الرفاص إلى ميناء المكلا تنتهي أكبر مخاوف القائمين على الميناء من أي توقف قد يهدد نشاطه الملاحي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.